عامل شغل وطفرة عمرها ما اتعملت في تاريخ نادي الزمالك من اول يعني الحاجات الصغيرة قبل الكبيرة. مبدئيا ان شاء الله هنعمل هنا مبنى إقامة وسكن اجراتها غير ملابس وكده كل حاجة. مبنى هنعمل إقامة محترمة بمطعم فندق للعيبة الناشئين بتوعنا المحترفين، لان ما يصحش ان اللعيبة بتوعنا يبقوا قاعدين بالمنظر ده. وده كلام احنا خدنا وعده من المستشار مرتضى منصور ان هو هيبقى في صرف من مجلس الاداره توجه من مجلس الاداره على الاستثمار في قطاع الناشئين. ده نمره واحد. نمره اثنين، في هيكله المدربين اعتمدنا ان احنا ننزل بالاعمار السنيه وان احنا نشتغل مع المدربين اللي فعلا هيفيدونا، وهنقل ان الهيكله الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هنبدا شغل من 1/9 بالنسبه للتدريبات. هنحط خطط فنيه وبدنيه، وجبنا دكتور تغذيه ان اللعيبه دول في خلال 6 شهور باذن الله كلهم بدنيا، بالذات الفرق الكبيره اللي فرقت 19 سنه و17 سنه يبقوا قادرين على المشاركه مع الفريق الاول. وبوعد حسام حسن ان انا في خلال 5 شهور او 6 شهور هقدم له على الاقل 4 لعيبه جاهزين للمشاركه مع الفريق الاول، وهو ده الشغل بتاعنا. ومن ناحيه جاهزه الفريق الاول بنتكلم هنعمل لهم تدريبات تخصصيه من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الخططيه، ان اللعيب يبقى عنده نولج وعنده معرفه وهو طالع يبقى جاهز ان هو يبقى يشارك مع الفريق الاول من كل المقاييس. زي ما انا كنت بعمل لما يطلع لي لعيب لسه بعلمه اساسيات الكره ووقفته ازاي في الملعب، زي ما القصه دي كلها ده اللي احنا هنوفره على الجهاز الفني. كان انت تعبت فيه في الفريق، يمكن كان في وقت انت موجود فيه كمدير فني كان في حاجه عاملينها اللي هي فايقه في الامل، انت كنت بتشرف على تدريبها؟ مفيش الكلام ده، مش احنا عندنا، احنا قلصنا عدد الفرق عشان نركز على مجموع لعيبه اقل، فنقدر نصرف عليهم بدل ما نصرف على 7 8 فرق هنصرف على 4 فرق بس، 3 فرق بتاعت القطاعات وفرقه 98 اللي فيها لعيبه مميزه جدا. دي نقطه مهمه جدا، ان انت بدل ما تصرف على 200 لعيب هتصرف على 90 لعيب بس، 95 لعيب، وتقدر تركز معاهم وكل الشغل بتاعهم. هيتم اعاده تقييم اللعيبه اللي عندنا كلها، مش هيقعد في نادي الزمالك الا اللي يصلح للعب نادي الزمالك بس، في ستاندرد للعيب نادي الزمالك. عملنا لجنه فنيه وكشافين بتوعنا في كل المحافظات، واوريدي الاسبوع الجاي جاي لنا 20 ولد من اسوان والاقصر، هننقي منهم 6 أو 7، دول احسن لعيبه في مصر. ده اللي احنا هنعمله، هنستثمر في الولاد بتوعنا، وعشان الولاد دول لما نشتغل معاهم يعني في لعيبه هتبقى جاهزه للسفر وفي لعيبه هتبقى جاهزه للتحضير للفريق الاول. اتفضل كابتن. ده القصه بتاعت الاقامه بالنسبه لنا مهمه جدا. هل ممكن تعمل توأمة او كده مع الجدول؟ مسافرين ان شاء الله، خدنا معاد من رئيس نادي سبورتنج لشبونه. وليه سبورتنج لشبونه وليه البرتغال؟ لان سبورتنج لشبونه البرتغال ما عندهاش شروط في اللعيبه الصغيره اللي ممكن تسافر غير هولندا. هولندا لازم اقل حاجه يبقى 340 الف يورو للعيب، مش لعيب طبعا هياخد مرتب 340 الف يورو عنده 14 سنه. هنعمل اتفاقيه ان شاء الله مع سبورتنج لشبونه، واتفقنا مع رئيس النادي هنسافر انا واحمد مرتضى ان شاء الله في خلال شهر بالكثير، نخلص بس ورقنا ونشوف حاجاتنا وهنسافر من دي الاتفاقيه، بحيث هتبقى هنعمل اكاديميه خاصه ما بين الزمالك وسبورتنج لشبونه، وكل سنه هيطلعوا لنا 3 أو 4 مدربين يعملوا معايشه، وفي نفس الوقت هيبقى هم ليهم الاولويه في ان احنا نطلع لهم اللعيبه الصغار الموجودين بتوعنا. القطاع هيصرف على نفسه، ده هدفنا، ان احنا الفلوس اللي داخله من الاكاديميه هنعليها بشكل كبير جدا مع وجود كوستا طبعا، وهنستفيد منه راح نستفيد من خبراته بشكل جيد، و هنسوقها بشكل جيد جدا، وان شاء الله الاكاديميه دي تطلع لنا فلوس. انتوا لازم تفهمون الاكاديميه دي السنين اللي فاتت كلها ما كانتش بتطلع ولا مليم للنادي، من اول السنه الجايه في الميزانيه ان شاء الله هتطلع فلوس كويسه جدا للنادي الزمالك، هي دي اللي هنصرف بيها على القطاع. طب هو استفسار بس، مش فلوس سبورتنج لشبونه، هل كمان كان ليه دور؟ لا لا لا، عانينا من البوسه والواسطه والمحسوبيه الفتره اللي فاتت يا كابتن ميدو، لما كان بيفرز قطاع الناشئين كان كله ما كناش نستثمر، كنا عانينا من الواسطه والكوسه والمحسوبيه الفتره اللي فاتت. عندي اجتماع الاسبوع الجاي مع المدربين، في شروط رئيسيه. اول حاجه المدرب اللي شغال معايا ممنوع يشتغل في اي مكان تاني، نمره واحد. نمره اثنين، احنا عندنا المرتبات بتاعت المدربين عشان مدرب يبقى الفلوس تستحق العناء ان هو يجي هنا. نمره ثلاثه، كل الناس اللي شغاله اولاد النادي. نمره اربعه، اللي فعلا خدمت النادي. نمره اربعه، ممنوع منعا باتا اي كونتاكت او اتصال بين المدرب واولياء الامور نهائي، ودي تعليمات اي مدرب، وده الكلام اللي انا بقوله. اي مدرب هيكون ليه اتصال باي ولي امر باي شكل ما هيتم يعني الاستغناء عنه. الكلام ده دي شروط احنا قدمناها
للمدربين ونقعد معاهم نبلغ لهم ان شاء الله. حاسس ان في تجاوب ان شاء الله من مع الاداره دلوقتي. جلست مع الكابتن احمد سليمان والمستشار مرتضى طبعا قعدنا وعلى اتصال دائم. الهدف الموجود انا وكابتن محمد صلاح ان احنا نوفر ملايين الجنيهات لنادي الزمالك. ان احنا ناس الحمد لله لازم نستفيد. انا عندي خبرات وعندي حاجات مش موجوده الحمد لله عند اي حد في مصر ثاني. وانا بفيد بيتي نادي الزمالك لازم نستعمل. انا بفيد بيتي من اي مكان. انا بعمل القصه دي بحب لان انا عايز اخدم النادي في المكان الصح. ناس استغربت وانا برضو باكل الكلام ده ازاي يبقى مدير فني فريق الاول وبعد ما يحصل على بطولات بتاع. انا بخدم النادي من المكان ده وبندعم كل الناس اللي موجوده وبندعم الكابتن حسام حسن وكلنا شغالين لغايه مصلحه نادي الزمالك. لازم الناس برضو تفهم ان انا رغم ان انا وده دي نقطه مهمه جدا ان انا رغم ان انا الحمد لله ولازم تفهم الكلام ده كله انا مش محتاج الشغلانه دي. فاهمين الكلام ده؟ طبعاً. انا راجل عندي شغل وعندي حاجات بره ومن اول بقى التحليل من اول عندي شركتي عندي كل الكلام ده كله. الحته دي انا بعملها حبا في نادي الزمالك ان احنا عايزين نساعد النادي. عايزين فعلا مساعد النادي. فلازم الناس تفهم الكلام ده كله. يعني احنا بنعمل القصه دي عشان فاهم ايه؟ ان احنا فعلا عايزين نساعد النادي. لو حد تاني كان مشي مع احترامي الشديد يعني وكل المدربين اشتغلت قبل كده. لو اي حد تاني كان مشي من نادي الزمالك كان هيطلع يهاجم النادي ويقول لك بتاع ويقول لك انا لا يمكن وما اقبلش ازاي؟ لكن احنا بالنسبه لنا ده بيتنا. انا مش موجود النهارده هنا بكره موجود هنا بعده موجود هنا. لكن اهم حاجه ان انا جزء من حياتي ان انا دايما ابقى بخدم نادي الزمالك. طب كابتن احمد حسام حضرتك قلت على الاختبارات ايام ما كنت فريق الاول كنت قلت لنا على طريقه اختبارات جديده هتختبروا بيها الناشئين هتنزل كشافين كنت حضرتك عملت بلان كده في لجنه فنيه. فهل هيبقى في تغيير اصلا؟ انا ده اللي اقصده في الاختبارات كل حاجه اللي هي تبقى كل حاجه تتغير. وعملنا يعني زي ما بقول لك الاسبوع الجاي انا عايزكم تيجوا تصوروا. انا جايب 20 ولد دول فيهم على الاقل 10 اهم مواهب موجوده في مصر كلها وفيهم لعيبه منهم 7 أو 8 النادي الاهلي بقاله والنادي الاهلي والنادي ام بي بقالهم 6 شهور بيحاولوا ان هم يحصلوا على توقيع. بكلمك على اولاد صغار عندهم من اول سن 13 سنه لغايه سن 17 سنه. الكلام ده هم جايين بعد 20 يوم هنشوفهم هنا على ارض الطبيعه وهنختار منهم المناسب. احنا عاملين بقى حملات ده الاقصر في هيجي لنا من المنيا كمان اسبوعين ثلاثه هيجي لنا من المنيا برده 20 ولد. كل دول احنا بالناس بتاع يعني مش محافظات مناطق يعني جنوب الصعيد شمال الصعيد اسكندريه الدلتا باذن الله. فبقول لك هنعيد تقييم اللعيبه اللي موجوده نمره 2 هفضي في كل فرقه على الاقل 5-6 لعيبه فاضيه للاولاد اللي احنا هنجيبهم دول. برده وارد ان انا اتوسع يا كابتن ميدو لو نجح تجربه سبورتنج لشبونه ان انا اياكس امستردام مثلا ما هو ده اسمها من عندنا. هي دي المشكله. لا اياكس بالنسبه لي انا اسهل حاجه. انا اصلا لكن اياكس بيشترطوا على اي ولد في الكره الهولنديه برضه لازم حاجات كل بلد ليها شروط معينه ان لازم عشان واحد ياخد الاقامه هناك وياخد صيغه العمل في هولندا لازم يكون مرتبه اكتر من 340,000 يورو. يعني المينيمم 340,000 يورو. طبعا مين النادي او ولد عنده 17 سنه يدوه 340,000 يورو ازاي؟ عشان هو بيحمي اللعيبه الصغيره اللي عنده عشان ما تجيش تاخد مكان اللعيب الصغير اللي عنده اللي هو الهولندي. فاهمني قصدي ايه؟ انجلترا بيقول لك لازم يكون لاعب 75% لا انجلترا يقول لك لازم يكون لاعب 75% من المنتخب الاول. كل بلد ليها شروط. انما ميزه البرتغال وسويسرا وبلجيكا والدول دي ان هي ما لهاش شروط في استخدام اللعيبه الناشئه. عدد الفرق هيبقى كام فرقه؟